لو الحكاية فيها إن فيتو. بس هل هو حضرتك برؤيتك يعني هو المناخ الإعلامي في مصر حتى معين إن هو يقود مصر الديمقراطية؟ لا هو شوف ما فيش. أنا مرة قلت حاجة كانت في ذكرى مرور 10 سنوات على بدء الجزيرة، وكنت ما زلت مع الجزيرة ساعتها في انا خدوا بالكم الوقت نوفمبر 2006 وبتاع، كانوا بيحتفلوا ب10 سنوات على الجزيره وبتاع، وكان برنامجي من واشنطن ما زال موجود، فقالوا لي تحب تعمل حلقه او حاجه، كل لغه بيعمل احتفالات 10 سنين، قلت لهم لا انا بس في اخر الحلقه بتاعتي وانا بختم، خدت دقيقتين وقلت للناس اسمحوا لي، يمكن هتلاقوها على الاونلاين لان هم حاطين ترانسكريبت مش حاطين لغايه دلوقتي فيديو، معرفش ليه من كل البرامج بتاعتنا القديمه، فهتلاقوها في نوفمبر 2006. فبقول انه تجربه الجزيره اقرب الى نصف الكوب المليء والفارغ. فنصف الكوب المليء انه الجزيره عملت تغيير في العالم العربي وبالنسبه للاعلام والبركه الراكده اللي حركتها والناس بقت تحاول تقلد الجزيره حتى لو كان مش معارضه حقيقيه، بس ولو شكل معارض واتجاه معاكس نقول له نعمل زيهم بس انت نختلف يعني يعني whatever. فانا قلت انه ده يعني ده شيء كويس. الجانب نصف الكوب الفارغ ان الجزيرة تمت بارادة القيادة القطرية، انا قلت حتى قلتش الحكومة يعني عشان اكون يعني قلت القيادة القطرية عشان اديهم السلطانية يعني، فقلت انه القيادة القطرية هي اللي اعطت الجزيرة الحرية، وان الحرية لا تعطى، لانه لو قررت القيادة القطرية انه تغير الجزيرة ما تبقاش حرة في توجهاتها، أو أن الجزيرة بطلت تمويلها وأوقفتها، ستتوقف هذه التجربة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إعلام حر في عالم غير حر وهو عالمنا العربي. والسلام عليكم ورحمة الله. وختمت الحلقة وساعتها حتى ناس قالوا إيه أنت بتضرب لهم كرسي في الكلوب، وقلت له لا ولا حاجة، ومحدش كلمني الحقيقة منهم خالص، لأنه هو ده الواقع. اصله الاعلام ده انت يعني انت ليه بتقول ما وضع الاعلام، ما هو وضع التعليم، ما هو وضع مش عارف ايه، قول التعليم والحاجات دي كان ممكن في الستينات، وتقول الصحه التعليم مش عارف ايه وانت ما عندكش حريه، لكن الاعلام ده مرتبط بالحريه السياسيه مينلي. اصل انت بتعمل ايه؟ انت مهمتك انك انت تبقى رقيب على المنظومه، هو الثلاث سلطات بيعملوا الواجب ضد، يعملوا رقابه على بعضيهم، التنفيذي على التشريعي، والتشريعي يظبط القوانين اللي القضاء يعملها عشان لو لا القضاء هيشرخ كده، والقضاء بيعمل على الاثنين بتاع. السلطه الرابعه التعبير انه انت بقى جاي تعمل على الثلاثه دول كلهم، وانت كمان مساءل مش معناها، لانه في البعض اخدوها بلطجه ان انا فوق القانون، لو حد قال له عليه كلمه هو يبقى مصيبة يعني، او حد اداله على قفاه يزعل، مع انه ما فيهاش اي حاجة يعني، ده اقل حاجة تعملها يعني. فانت دلوقتي اذا مين اللي يقدر للسلطة التنفيذية اللي هي الاساس؟ فانا بقول للناس حتى بقول لهم ليه الاعلام خد اهميته عندنا في العالم العربي اكتر يمكن من الغرب، لانه انت مش سلطة رابعة، ده انت سلطة تانية، اصل انت ما عندكش غير هو حكم شخصي تسميه تعمله بأسمياء، هو واحد بس بمزاجنا ضد مزاجنا يختلف، في شعوب بمزاجنا وفي شعوب تانية مش بمزاجها، فهو واحد. فاذا مين اللي بيقوم بكل الدوشة ديت وعامل له دوشة وصداع؟ هي دي الاعلام والصحافة. فالناس بدل ما يروحوا يناقشوا في البرلمان القضايا يناقشوها في التوك شو، لانه ما فيش برلمان قادر يناقش مثلا زي فتره مبارك مثلا، ما نعرفش البرلمان الجاي هيعمل ايه، فانت بكل شويه يكلمك يقول لك والنبي محمود سعد يستنوه على باب البيت بيتك عند ماسبيرو، والنبي شوف لنا كذا، كانه عضو النائب بتاعك بتاع المنطقه، ده مش شغل الاعلامي. استنى على ذكر الجزيره اتفضل.
ان المرأة عايزة تجربة طويلة في الجزيرة، منذ متى بدأ تنمو علاقة الإخوان المسلمين بالجزيرة؟ أنا ما أقدرش أحدد علاقة الإخوان كإخوان كتنظيم، عشان أنا يعني ممكن أقول التيار الإسلامي السياسي في الجزيرة، سواء بقى تسميه الإخوان تسميه مين، بالنسبة لي أنا بدأ يظهر يعني الجزيرة لغاية 2003 وسقوط بغداد، كانت الجزيرة ويمكن أوضح بمدير الجزيرة ساعتها لما كان محمد جاسم العلي اللي هو قطري وقومي عربي، جه وضع خنفر بعدين. وضع خنفر هو يعتبر هي دي الشيفت اللي حصل. فهو في الفترة الأولى كانت اتجاه قومي عربي بيسع الجميع، تلاقي محمد احمد منصور الاسلامي او الاخواني زي ما انت عايز تسميه، سامي حداد من لندن ليبرالي مش عارف ايه، كله الالوان، كله على يعني على كل الالوان. فالخليط دي والخلطة اللطيفة دي ظريفة. وقطر لسه بطلعة وعايزين ان شاء الله يشتموها، يعني يقول لك يا سلام شتموني، طب كويس هم عرفوا فين قطر يعني. فساعتها حتى انت ما اتضخمتش، كنت يعني كنت مجرد انه مذكروك، لان انت عبارة عن واحد صغير جنب عملاق ضخم السعودية، ففي حد ذاته انت بالنسبة لك ده بتاع. واهم شيء انت حققته في المنظومة دي مش بس التنوع ووجهتين النظر، ولكن التغريد خارج المنظومة السعودية، المظلة السعودية. كل الاعلام العربي بيغرد وتحت الخيمة السعودية من طنجة إلى البحرين، وما يقدرش يطلع سواء لأن حكومته لن تمنعه من أنه يعمل، أو اللي بيطلع بيكون أصلا برضو حكومته متخانقة، أو التنظيم بتاعه سواء حزب الله ولا مش عارف إيه هو اللي متخانق برضو. يعني أنت مش يعني ما خرجتش. قطر والجزيرة قدمت أنه ناس بتتناقش على كل القضايا بما فيها حتى قطر. انا ناقشت قضايا عن قطر، والامير ساعتها كان جه واشنطن، وانا كنت بدور على حجه اتناقش عن قطر، وبعدين انا طب برنامجي من واشنطن، طب بيقولوا لي انت مالك ومال قطر يعني. فالمهم يعني ربنا سهلنا وجه زار قطر، فقلت حلوه العلاقات الامريكيه القطريه اي حاجه عشان نناقش قطر، وجبت معارضين ومش عارف ايه وبتاع واتناقشوا وبتاع. ساعتها يمكن عشان واشنطن وعشان هو عايز يقول لهم بقى بصوا شوفوا احنا عندنا ايه في الاول. يعني بغض النظر يعني كان 2002 الحلقه دي، لكن فاول حاجه سقطت من الجزيره الاولى في 2003، نص 2003 الاخير. بالنسبه لي انا تصورت انه ده تيار بيلعب، يعني انه جه وضح خنفر خلفيه حماسيه، كان ماسك اتحاد الشباب الاسلامي في الخرطوم لما هو كان بيعمل منحة هناك ماجستير او حاجة هندسة او شيء، والاتجاه ده بدأ يبدأ شوية بشوية يعمل، بدأ عين حد من اخواننا المصريين يفتحوا الجزيرة مباشر عشان النيوز روم كانت لسه مش عارفين يسيطروا عليها، فنعمل دي نطلع فيها الحاجات بتاعتنا ونغطي الانشطة بتاع التيار الاسلامي والحاجات دي. شوية بشوية بدأوا، وبدأت أنا بقى أشكي من العملية دي وأكتب مذكرات لرئيس مجلس الإدارة، وصلت إن وصلوها للأمير طلب يقعد معايا، وكان منزعج جدا ومش عارف إيه، وكان في حوارات بيننا لمدة سنتين كنت متصور أنا فيها بإنه يعني ده حاجة مزعجة اللي بتتم يعني، وأنا عايز أمنع عن المحطة دي، ما ينفعش المحطة دي. أنا كنت بطلع على القنوات الأمريكية ودافع وأقول لهم لا الجزيرة ما فيش الاتجاه ده عندنا ومفتوحة للجميع، فقلت لهم لا ما ينفعش يعني أنا كده مصداقيتي. قالوا لي حد بيقرب عن برنامجك؟ حد قال لك اعمل مش عارف؟ قلت لهم لا مش بس برنامجي، أنا في واشنطن ارتبطت اسمي بهذه المحطة، وكنت طالع على CNN وفوكس ومش عارف ايه أدافع عنها. فأنا دلوقتي لو استمريت في محطة أنا شايف اللي بيحصل فيها إيه، وكانت البداية مثلا تغطية الجزيرة لجنازة مؤسس حماس الشيخ ياسين، الشيخ ياسين
وكتبت قلت انه دي تغطيه ما عملناهاش للملك حسين، ما عملناهاش للملك الحسن باين كان لسه، ما عملناهاش لزعيم عربي. انا عايز افهم ليه. انا معيش ضد الراجل يعني ولا حاجه، وانا متعاطف مع حركه المقاومه الاسلاميه، واي مقاومه لاحتلال من حق الناس تقاومه، لكن انا عايز اعرف يعني ايه. بس انا ما روحتش حتى لما بعدين تركت وعملت مقابله مع الحياه، فقلت له انا ما روحتش عشان اشتغل، يعني مع احترامي لحركه المقاومه الاسلاميه، انا مش رايح عشان اشتغل في تلفزيون حماس. يعني ما اشتغلتش في التلفزيون الحكومي المصري، مش هروح اشتغل في تلفزيون حماس. فيعني مش فالمهم يعني انه وصلت الامور، لانه لما ادركت بانه لا في اصرار على العمليه دي وبدات تزيد، استقلت في اخر 2006. وامير قعد معايا يمكن في يوم اجازته، يعني حتى طلب ان انا اجيله، ورحت لما عرف ان انا ماشي، وحاول يقنعني ان انا اقعد، واعتذرت له يعني رغم يعني الود اللي بينا وبعض، وفي بيته واولاده واعرفهم يعني وبتاع، يمكن من القلائل اللي دخلوا بيته يعني بهذه الثقه. لكن قلت لهم معلش يعني انا مش بتاع، بس مش هي دي. ثم في 2008 بعد ما تركت يمكن بسنتين او سنه ونص، الجزيره فقدت الورقه الثانيه اللي كانت عندها، وهي المصالحه القطريه السعوديه، فانضمت الى السرب. ولذلك لما زعلوا مع بعض على مصر قال له انتوا مالكم مصر، احنا قلنا الخليج، يعني من امتى محطه بتقول احنا ما نكلمش، يعني تصور البي بي سي بتقول الله احنا اوروبا ما نكلمش عنها، لكن قول على الجماعه دول بس. يعني رجعنا بقى تاني للاسف لشيء سيء. يعني ايه الفرق اللي حضرتك لاحظته ما بين المؤسستين؟ لا مش ما فيش مؤسسات اخرى، يعني تجربتي الحقيقه هي افضل مؤسسه عملت معاها هي البي بي سي، عندها تقاليدها وكله، بتعاني صحيح من البيروقراطيه، بتعاني من قله الموارد، بتعاني من انه في عدد من الناس اللي ما جالهمش، لان البي بي سي اصبحت هي المكان اللي كل واحد بيروح له وياخد منه الكويسين من عندهم يعمل بيه قناه، والجزيره منهم. فاللي فضل في البي بي سي مع احترامي يعني لزملائي هناك عشان يترقى ويبقى يمسك قسم او يمسك حاجه، يبدو انه ما كانش ليه يعني اي عرض تعرض عليه يعني من حته تاني، فبتبقى عمليه صعبه يعني ممكن الناحيه البشريه والانسانيه، المستوى الحرفي اللي فيها مش كتير لان المرتبات ضعيفه فالناس بتمشي، لكن كمؤسسه تقدر تكتب فيها اللي انت عايزه. يعني انا كنت اول حلقه كنت بفكر اعمل حاجه، نقول نفضل حاجه كده مثلا ضد الملكه في بريطانيا، مش عارف نجيب السفير البريطاني ونسلخه عشان نقول للناس يا جماعه اهو، بس بعدين قلنا ده تضييع وقت، يعني ما هو انا عندي شك في كده، يعني انا اقنع مين؟ فلا طبعا يعني مسألة مختلفة. لا دي بقى على تجربة العربية أستاذ، الحلقة الشهيرة مع الإمام حمد أمبيبي. العربية كانت البرنامج كان أسبوعي، لما حصل أحداث تونس طلبت منهم إن أنا أروح تونس أغطي أعمل حلقات يعني يوميا من هناك، وافقوا لي. رحت لما لقيت الأمور دخل في الجد في مصر بعد يوم 25 يناير 26 رجعت من تونس، عشان البرنامج كان الواجب يبقى يوم الجمعة، يوم الجمعة 28 رجعت 27 يعني وبتاع، رحت أعمل حلقة 28. كانت اللي في البرنامج اللي كانت ماسكة المكتب ساعتها زميلة هناك حاولت تعطلني وبتاع، كانت على التليفون مع الحكومة أو مع مسؤول الإعلام فيها أو غيره. لكن المهم يعني بعد انهيار الدولة البوليسية أو المنظومة البوليسية في اليوم ده طلعنا، وكنت بدأت بقى اتابع يوميا بقى البرنامج بقى يومي. VK.